السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذ نتصوروا من 30 دوغري سلسيوس حتى لناقص 15 كما تقسمت معكم مؤخرا مراسم العمرة قبل لكم إن شاء الله بحول الله. دونك جينا رجعنا عود البرد والثلوجات كما تشوفوا الدنيا كديرة، راه عامرة بالثلج. من الحمد لله هاد البلاد هادي مقومة، سورتو كو فاش حنا جينا في لا دوزيام طومبيت دو نيج، وكانوا ما كانش كانوا جوج ديال لي طومبيت متبعين، وما كانش عندهم الوقت باش يجمعوا الثلج، لان فريمون الثلج راه متراكم كما كتشوفوا هنايا. هاد البلاد هادي واخا سبحان الله واخا زعما مقومين بزاف، ولكن كتجي واحد الوقيته بين ما كيقدوش يجمعوا الثلج كامل وكيبقى عندهم مشكل. انتما كيما شفتوا راه فريمون الثلج متراكم، وكاين عاود مشكل اخر وهو ديال نقص في اليد العامله. يعني واخا عندهم الناس اللي كيدينيجيو، هما في الحقيقه كيدينيجيو لي بولفار الكبار الشوارع الكبار، ولكن بحال هكا زناقي صغار ولا سي سا لي روت سيكوندير، هذوك تيخليوهم حتى كي كدوز مثلا تقدر كاع دوز سيمانه عاد يجمعوا الثلج، وسورتو النقص في اليد العامله. مي سي كوم سا، يعني راه كيبيك المقاطعه ديال كيبيك كتعتبر، ولا كاع بصفه عامه كندا كتعتبر باغمي الدول اللي زعما مقومين وعندهم زعما لي ماشين دوك لي دينيجيز الكبار، ولكن واحد الوقيته كيتغلبوا. راه ميم كاع لي زيتازوني نهار كتجيهم شي طومبيت راه كيطلبوا يد المساعده من هنايا من كيبيك. اللي بغيت نهضر لكم عليه وهو واخا كيبيك مثلا وصلت لموان 15 هاد الايامات، ولكن راه كاين مقاطعات اخرين اللي فريمون البرد بزاف كثير على هنايا، بحال مثلا المقاطعه ديال لالبيختا اللي العاصمه ديالها هي كالكاغي، راه كانوا ميم هضروا بان لا تمبيراتور وصلت حتى لموان 40 موان 50، بحيث كاع مثلا وراو في التلفازه هذوك الرجال اللي عندهم الموستاش كيجمد مثلا العين، الا كانت مثلا كدمع هذيك الدمعه كتجمد في الشفار ديال، غير باش تعرفوا اكيل بوان زعما الحال بارد. يعني الواحد فاش يبغي مثلا بحال دابا هذا النهار انا فاش كنصور لكم راه كاينه الشميشه، ولكن واخا كاينه الشميشه مع الريح درجه الحراره كتزيد تهبط. مثلا واخا قلت لكم راه كاينه ناقص 15 ناقص 10، ولكن مع كنسميو هذا الفاكتور فون كتزيد درجه الحراره تهبط لناقص 20 ناقص 25، ولكن يعني غير الوقيته اللي كنخرجوا مثلا من الطوموبيل ولا من ديورنا اللي كنحسوا بهذا البرد، ولكن الحمد لله راه الديور سخان، الطوموبيلات سخان، لي زيكول، لي بوس، لي سونتر داشا، كلشي الشوفاج، غير هو بالحق الفاكتوره ديال الضو ولا ديال الغاز، لان كاين اللي كيشوفي بالغاز كتجي الفاكتوره في هذه الوقيته البرد راه تقدر توصل حتى ل 200 دولار في الشهر، 200 دولار 300 دولار، يعني فاسيلمون في الشهر. غير هو كما قلت لكم هاد البلاد مقومه وضروري من اللباس يكون سخون، لي غون شال المونطو يكون سخون، هاد لي توك هادو ما يمكنش ما نلبسوهمش، كاين كاع ميم لي بونطالون دو نيج، مي لي بونطالون دو نيج سورتو للوليدات الصغار، مي حتى حنايا الكبار دي فوا راه ضروري الا كنا غادي نتمشاو. مثلا دابا راني غير خارجه راه غادي غير نقضي شي شغل، وقلت غادي نهضر عاد ندخل للمغازان باش نقضي، فريمون راني زعما واخا لابسه مي بديت نحس بالبرد. يعني راه غادي نكمل لكم لا فيديو في الطوموبيل. من بين عاود الحوايج الاخرين اللي كنحتاجوهم في هذا البرد من غير اللباس، كاين مثلا لونيت دو سولي، ولكن هذيك الا كنا غادي نخرجوا حيت انا الشمس قاصحه مع كندا راها عاليه، كاين ليكرون سوليغ ضروري ننصحكم ما تقولش شنو مثلا انا راجل ولا مرا ما نديرش ليكرون سوليغ، مي راه لابو راه كتولي تخي سونسيبل للبرد، راه فريمون كتعطي بوكو ديفي الوجه، ديفي سكوندير للوجه، البوم على ليفغ، لان مع هذا البرد الشوارب ديالنا يوليو زعما يتشققوا. هادشي اللي بغيت نقول لكم، لا كريم هيدراتون ضروري، لا كريم هيدراتون بون لوجيل كريم سولير، مي ليدين خاصنا لا كريم هيدراتون بون. هادشي كله زعما راه مسائل اللي عارفينها، ولكن غير كنأكد عليها سورتو مثلا الناس اللي عاد غادي يجيو ولا ديجا جاو. المهم غادي نكمل لكم في الطوموبيل لان وليت
وليت كنحس شويه بالبرد واخا لابسه بزاف. غادي نكمل لكم في لوطون ان شاء الله. فاش قلت لكم داك الفاكتور فون اللي كيزيد يهبط درجه الحراره لناقص 20، شوف الا جلستوا غير واحد 15 دقيقه 20 دقيقه وهذا الشيء كتمشاو راه من موراها صافي الواحد كيخصو ضروري يدخل يسخن شويه. مي هما هنايا هاد البلاد كما ذكرت لكم بان مقومين مثلا فاش الناس كيخرجوا يديروا مثلا دي مارش في دي بارك، كاين دي بارك تيخرجوا الناس يتمشاو ولا يديروا سكي دو فون ولا يديروا هذا، كيكونوا دائما دي لوكو يعني كيدير لكم دوك الشوفاج اللي عالي باش الواحد يسخن يديه مثلا، كيديروا لداخل فين تدخل تعاود تسخن شويه يعني بين واحد المسافه وواحد المسافه كيدير لك باش تسخن، لان الله يسهل اللي كيبقى برا على البرد بزاف راه يقدر يجيو دي زونجولور يعني الوجه يقدر يتحرق بالبرد هكا بهذا المعنى كيتحرق تيولي حمر وتيبانوا دوك لي زونجولور. انا غادي نحاول ناخذ شي صوره ونديرها لكم هنايا. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم واللي ميم انا نسيت دابا فاش خرج سيكو لان ما ناويه زعما نتمشى بزاف غدا غير نقضي شي حاجه، وهو كاينين دي ساشي كيتباعوا في بزاف ديال لي ماكازا هنايا بحال كوسكو بحال ليكيبور بحال والمارت، دي ساشي صغيورين كنديروهم في وسط ليكون، كنديروهم في وسط ليكون بعدا قبل ما نديروهم في ليكون كنحركوهم هكا. انا غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا، الناس مثلا اللي يديهم ورجليهم ما تيبغيوش يسخنوا، نعطيكم نصيحه شريو هاد لي ساشي كتفرطيهم هكا في يديكم وتيطلقوا السخونيه وكديروهم في وسط ليكون، كاينين ديال اليدين وكاينين ديال الرجلين، دونك حتى رجليكم حيت تلبسوا التقاشر ديروا دوك لي ساشي عاد طلعوا لي بوط. كاين ميم دي شوسيت شوفونت يعني تقاشر تيرميك، كاينين ميم دي غون تيرميك يعني فاش كتلبسهم تيطلقوا واحد السخونيه، لان كاين الله يسر الناس اللي عندهم واحد كاين واحد سكون ابل واحد لو سيندروم دي غيمون، هذاك الاكسجين ما كيوصلش بزاف لي بو دي دوا ولا لي بو دي زورتاي وتيوليو زرق بالبرد، دونك كاينين هاد التقاشر ولا صباعيات شوفونت ولا هادوك لي ساشي ضروري ديروهم. من بين الحوايج الاخرين اللي زعما جو ريكوموند للناس مثلا اللي عاد جاوا ولا وباغيين ياخذوا اون اوتو، حاولوا انا عارفه بان في الاول البيدجي ما تيساعدش، ولكن اللي كان قد يشري طوموبيل عاليه كتكات لان مع الثلج وداك الشيء الطوموبيلات القصار شويه كتكون مشكله ديال مثلا فاش كيكونوا لي طومبيت تقدروا تستاسيوني ولا دوزو ولا طاح الثلج كيتغطاو دغيا، الوغ الطوموبيل فاش كتكون عاليه يعني فاسيلمون كدوز فوق الثلج. لو ديماغوغ ا ديستانس، لو ديماغوغ ا ديستانس بحال مثلا ها هو انا هذا ها هو عندي يعني في الدار فاش كتكون قبل ما تخرج بواحد 10 دقائق ولا 5 دقائق كديماري الطوموبيل ديالك، هنا لي زوطو كلهم ايسونس، دونك فاش كديماري الطوموبيل او موا فاش كتطلع بعدا كتلقاها سخونه. كاينه حاجه اخرى، كاين ميم مثلا اللي ما عندوش ديمارور ا ديستانس دي فوا تيقدر فاش كيدير الساروت في الطوموبيل في القفل ما كيبغيش داك القفل كيكون جامد يعني الماء ما كتقدرش، كاين واحد لو ليكيد غادي نحاول الا لقيتو، لان انا قبل ما يكون عندي الديماغوغ ا ديستانس كان عندي هاد لو ليكيد، دونك راجلي خلاص هو اللي عطاه لي وراه لي، دونك تندير داك لو ليكيد في لاسيغوغ وداك الماء داك لاكلاص اللي جامده كدوب وتنقدر ندير الساروت باش نديماري طوموبيل. شنو اخر عاود نقول لكم، سي سا ضروري خاص داك الماء ديال السوي كلاص لان كتكون الزاجه مسخه ما تقدرش تشوف يعني ضروري دوك البواده ديال داك الماء خصو يكون عندكم في الطوموبيل. بيان سور غتكون عندكم البالا باش الا مثلا كنتو في الخدمه وطحت شي طومبيت وجيتو لقيتو الطوموبيل مثلا عامره بالثلج تيخصك الديناجير. كاينين ميم اللي مثلا مشاو الخدمه الصباح وطومبيت دو نيج كانت فريمون مجهده مثلا 20 وقيله هذيك الاولى اللي طحت كانت شي 20 سنتيمتر ولا اكثر، الطوموبيلات فاش كيكونوا صغار كيعمروا بالثلج تقدر ما تعرفش فين هي الطوموبيل تيلمون كتغطى. دابا نتقاسم معكم بحال هاد زعما هاد الشكل هذا ديال الطوموبيلات اللي تغطاو بالثلج، مي سي كوم سا مي الحمد لله زعما ميم حتى لا ميتيو زعما صحاب النشره الجويه قالوها بان هاد الشهر ديال واحد غادي يكون بارد وغيكونوا بوكو دو طومبيت دو نيج، الحمد لله زعما سي با كيسيون غير شويه واحد لقيتها الواحد زعما نقولها لكم، كاين شي اوقات فاش الواحد كيقول ويلي انا عييت بهاد الثلج عييت، مي سي كوم سا يعني كنت هضرت لكم على
parmi les désavantages ou les inconvénients de vivre au Canada, ou هاد البرد ou هاد les tempêtes de neige, mais الحمد لله انا زعما واخا هاد البرد وهذا ماشي زعما باش نتشكى, مي الحمد لله البلاد مقومه, خاص الواحد غير يصبر ويلقى زعما كيفاش يدوز وقته باش ما يتلفش مثلا كيتلقى مع الاصدقاء مع العائله. دابا تبارك الله كاين مثلا مثلا لي ويكاند الواحد غادي يخرج لواحد البارك هكا يتمشى يتمشى, لان حتى لا مارش شويه, انا واخا تنقول لكم لا مارش ما تنتمشاش, انا معكازه في لا مارش شويه, ما كنتمشاش بزاف يعني, مره هكا لا درنا شي سورتي فاميليير, ولكن ماشي زعما نقول لكم راه يوميا. كاين لي سال ديال الجيم هاد الوقيته ديال البرد كيكونوا عامرين فريمون عامرين. الوقيته بقيت بنضر ديال الشمس وتنقول شي حاجه ماشي هي هذيك بدلتهم. سي سا هضرت لكم على لي سال ديال الجيم هاد الوقيته ديال البرد كيكونوا عامرين, لان في الحقيقه هذاك هو باغمي لي مويان اللي الواحد اوليو باش غادي يخرج يتمشى في البرد ولا ما كيقدش على البرد, لي سال ديال الجيم ما شاء الله الواحد كيمشي كيدوز وقته تما تيتريد شويه الى اخره. مي المهم الحمد لله حنا وصلنا دابا لشهر شهر واحد, يعني نقدر نقول لكم واحد الشهرين اخرى اللي مازالنا شهر جوج شهر ثلاثه, مي التالي ديال شهر ثلاثه الاغلبيه الثلج كيبدا يدوب, ويعني واخا تيكونوا دي طومبيت هو يقدر مثلا في مقاطعات اخرين شهر اربعه شهر خمسه كيكونوا دو طومبيت بحال مثلا لالبيرتا, مي هنا كيبيك غالبا التالي ديال شهر ثلاثه الثلج كيبدا يطيح. المهم بصفه عامه هاد لا فيديو علاش هضرت لكم عليها غير شويه داك لو شوك ديال فاش كنا في 30 دوغري سيلسيوس وجينا لناقص 15 دوغري سيلسيوس, تنقول سبحان الله كتجي من بلاد فيها الشمس والناس زعما جاهم الصهد وكذا, وكتجي لبلاد اللي درجه الحراره تحت صفر. مي الحمد لله والشكر لله, سبحان الله فهاد الشيء, بلاد فيها بلاد الشمس والجبال والدنيا ناشفه, وبلاد عاود فيها الشمس بلوتو الثلج والبرد الحمد لله. ودرت لكم ميم على زعما شنو هما الملابس ولا الحوايج اللي تيخصنا الى اخره, المهم بعض النصائح سورتو للناس مثلا اللي عاد جاوا ولا جايين الى اخره. دونك الا كان شي سؤال شي حد مثلا عاد جاي ولا قريب يجي, مرحبا به يكتبوا لي في لي كومونتير. وغير باش نقول لكم اللي الذكر راه كاين بزاف ديال المواضيع انا كنهضر عليهم سويت لي زابوني ديالي كيكتبوا لي مثلا اون بريفي ولا فشي كومونتير تيقولوا لنا الله يخليك عافاك مدام فاطمه ولا خالتي فاطمه ولا اختي فاطمه هضري لنا على هذا الموضوع, تنقول لهم ان شاء الله يعني الا كنت مرتاحه انني نهضر لكم في ذاك الموضوع راني كنمشي كنقلب شويه ولا كنهضر لكم على من خلال انا هذه المده اللي هنايا وكنتقاسم معكم هذاك ذاك الموضوع, بحال مثلا علاش الناس كيخليو كيغادروا كندا مثلا, هذا سيتي ان سوجي اللي واحد سولني ولا وحده ما عقلتش وتقاسمته معكم. مثلا شكون الناس اللي ما تصلح لهمش كندا, مثلا المسلمين هنايا في كيبيك, كاين موضوع اخر اللي تا ما طلبوني اني زعما شي عيالات طلبوا لي نهضر فيه وهو لا فام مونو بارونتال هنا في كيبيك, كاين موضوع اخر مثلا ديال الاطفال ذوي الحاجات الخاصه حتى هو ان شاء الله هذاك موضوع حتى هو غادي نهضر عليه ان شاء الله. كاينين مواضيع اخرين زعما ان شاء الله نتمنى كما دائما نبقى في حسن ظنكم, وكنشكركم على الثقه اللي كديروا فيا والله يجازيكم بخير, هذا هو الهدف. كاين شي مره شي ناس كيطلبوا مني شي مواضيع مي انا شوي با اليز نهضر فيهم, ما كنهضرش فيهم ولا ما عنديش معلومات على ذاك الموضوع, دونك ما كنجبدوش هذا الشيء اللي كاين. دونك غادي نخليكم مع هاد المناظر ديال الثلج وهاد التراكم ديال الثلوج اللي كاين في المدينه ديالنا, ومن بعد ان شاء الله نختم لا فيديو ديالي ان شاء الله. سيتي لا فيديو ديال اليوم تقاسمتها معكم قبل ما نمشي نقضي الشغل اللي بغيت, مي فريمون راه الحال بدا يبرد دابا اكزاكتومون فاش كنهضر معكم هادي 16:20 يعني الربعة والثلث ما بقى والو المغرب, مي الحال بدا تيزيد يبرد بحال ديك اللعبة حنا كنقولوا في المغرب ديال السمرة بدات كطيح. دونك غادي نختم لا فيديو ديالي في انتظار فيديو اخر وفي انتظار كذلك لي كومونتير ديالكم والاقتراحات ديالكم, وغادي نختم كما دائما باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.